موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قال الشيخ السعدي رحمه الله يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم اعبدوا الله أي وحدوه وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به، واتقوه أي يغضب عليكم فيعذبكم، وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي. ذلكم أي عبادة الله وتقواه خير لكم أي من ترك ذلك. وهذا من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرا للناس لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك. وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. وقوله إن كنتم تعلمون أي إن كنتم تعلمون ذلك فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيثار. فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه نهاهم عن عبادة الأصنام وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية، فقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي تنحتونها وتخلقونها بأيديكم وتخلقون لها أسماء الآلهة وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. إن الذين تدعون من دون الله يعني في نقصه وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته، يعني في نقص هذه الأوثان والأصنام ليس فيها ما يدعو إلى عبادتها، لا يملكون لكم رزقا. فكأنه قيل قد بان أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى مثقال ذرة من العبادة والتأله. والقلوب لا بد أن تطلب معبودا تألهه وتسأله حوائجها. فقال حاثا لهم على من يستحق العبادة فابتغوا عند الله الرزق، فإنه هو الميسر له المقدر المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه. واعبدوه أي وحده لا شريك له لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير. واشكروا له أي وحده لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه، وجميع من دفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع لها. وقوله إليه ترجعون أي فيجازيكم على ما عملتم وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم، فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه. من فوائد الآيات أن الأنبياء كلهم والرسل إنما دعوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بعبادة الله وترك عبادة من سواه. فهذا الذي يثار في هذه الأيام بعنوان الدين الإبراهيمي بجمع اليهود والنصارى والمسلمين
في دين واحد ولهم مبنى واحد يتعبدون فيه إلى غير ذلك من الخرافات والبدع الكفرية، كل هذا أنبياء الله براء منه، وإنما رأوا ما هم عليه من الخسار والفقر فأرادوا أن يفسدوا دين المسلمين عليهم، فإنه الدين الحق وما سواه باطل، فليحذر المسلم من هذه البدع وهذه الخرافات والكفريات. فالآية واضحة أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كما في آل عمران، وهنا واضحة أنه أمر قومه بعبادة الله، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، وهذه ليست لهم فحسب بل لنا كذلك، الأمر بالإتيان بما أوجب الله علينا وترك ما حرم الله عز وجل علينا، وأن يجتهد الإنسان بعد ذلك في النوافل والسنن المستحبة من صدقة وقيام وتلاوة وذكر ونحو ذلك حتى يحصل كمال التقوى، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الخير كل الخير في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، كذلك فيها النهي عن عبادة غيره، فليس التوحيد فقط بإفراد الله بالعبادة ثم صرف شيء منها، أو بعبادة الله ثم صرف شيء منها لغير الله، فهذا شرك وكفر. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، النهي عن عبادة غير الله وبيان ما فيه من النقص والضعف وأنه لا يستحق شيئا من العبادة، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم قال لهم لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، إذن ابتغاء الرزق يكون من الله، هو الرزاق ذو القوة المتين، بأن يدعو العبد ربه أن يرزقه الرزق الحلال الطيب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يتوكل على الله في ذلك، ثم يبذل الأسباب الحلال بتجارة أو زراعة أو عمل أو غير ذلك من الأعمال، يتوكل على الله في الإتيان بالرزق، وليس أن السبب هو الذي يأتي بالرزق بل بالله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يحرص على الرزق الحلال، يطلب الحلال ويترك الحرام، وهذا الحلال الذي يكسبه يستعين به على طاعة الله وعلى المباحات، ولا ينفقه فيما حرم الله، ثم هو يخرج حق الله في المال من زكاة ونفقات وغير ذلك، ويستعمل المال في طاعة الله، فهذا هو المال الحلال، المال المبارك، المال الطيب. فاعبدوه واشكروا له، الشكر من العبادات العظيمة التي على العبد القيام بها بقلبه ولسانه وجوارحه، فيها كذلك الإشارة إلى أن المرجع والمصير إلى الله، فالعبد يستعد للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى، بيان ما كان عليه حال الأمم السابقة من التكذيب، وأن وظيفة الأنبياء والرسل هي البلاغ فحسب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجزاكم خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.